انا اميره محي، طالبه في كليه صيدله سنه رابعه، اخر سنه يعني السنه الجايه ان شاء الله اخر سنه. عندي 22 سنه. ارتباطي في النادي عاده كل الناس لما تيجي تسالها مثلا انت ليه، ايه اللي خلاك ترتبط بالنادي، او كي يقول لك مثلا بابايا كان بيتفرج معانا ماتشات كوره، مامتي، مش عارفه ايه، جدي. انا بعكس الناس تماما، يمكن انا بنت على ولدين. انا عيلتي كلها ما حدش بيتفرج على كوره، اخواتي ما بيتفرجوش على كوره. انا بقى طالعه كده اهلاويه فظيعه كده لوحدي. كنت بتمرن كاراتيه من وانا عندي 4 سنين، يعني اتولدت كده رموني في بساط الكاراتيه. من هنا بقى جت فكره بقى الاهلي، وان انا بلعب باسم النادي، وان انا انتمائي للنادي. يعني يمكن لما كبرت شويه اتعرض عليا ان انا العب في نوادي تانية، وكان اوفرز بقى فظيعه واغراءات فوق ما تتخيل. بس فكره خلاص انت اتولد بقى فيك من وانت صغير ان انت بتدخل بتنادى عليك باسم اللاعب كذا، النادي الاهلي، هي دي بقى جت من هنا. بنت، وان دايما تبقى دايما الكليشيه انه بنات مش بيتابعوا كوره او مش بيهووا كوره او يتفرجوا على كوره علشان حاجه، ان يعني ان احنا ننزل بقى ونتفسح وكده. بس انا بقى وانا صغيره خالص بتفرج بقى على كوره، يعني مثلا ماتش، يعني حتى كمان حاجات انا ما عشتهاش، يمكن مثلا زي لحظه او لقطه الاعتزال الخطيب سنه 87 لما الجمهور في اخر ماتش، اخر ماتش رسمي لعب فيه، لما الجمهور كرمه ازاي الاستاد كان بيتهز. دي حاجه تبين لك قد ايه يعني ان هو النادي ده حاجه عظيمه، فكره الجمهور ازاي بيكرم النادي، لاعب النادي الاهلي. مثلا لقطت برضو اعتزال ابو تريكه في 2013، جون ابو تريكه في المعروف اي بتاع الصفاقسي 2006. ومثلا ايه كمان، لقطت حسام غالي وعماد متعب لما جه اديله الكاس، والفكره انه لا، انه مش مثلا ما فيش حاجه اسمها انا او ان انا لا انا اللي اخد اللقطه وانا اللي مش عارفه ايه. مثلا جون عماد متعب في الكونفدراليه، كانت سنه كام؟ كانت 2014 او 13. دي مثلا من اسعد لحظات حياتي، يمكن عشان حاجه انا شفتها بقى، كنت انا لسه كبرت شويه، ازاي جون بقى جه بلس 90، وان احنا كنا خلاص، احنا كانش اصلا بقى لنا بطولات تقريبا، وكان هي بقى كان املنا في الكونفدراليه كانت خلاص عدت ال 90، واحنا ما فيش خلاص، كله بقى احبط، وبعدين جه بقى الجون ده، فكانت لحظه فظيعه. وازاي بقى ده يعني بيحسسك قد ايه النادي الاهلي او الدفاع او الحماس اللي انت بتتكلم، ازاي النادي الاهلي ده حاجه كبيره قوي، انت عايز تحافظ على النادي وعايز تحقق له احسن حاجه وعايز فهي من جه من هنا، يعني جه بقى حب للنادي. يعني بشكركم جميعا، بشكركم جميعا، الف شكر، ألف شكر، ألف شكر، ألف شكر. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول، جول، جول، جول. لوليد سليمان، الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة، والعرضية جميلة، رأسية. ويحيى عماد، يخلينا لعماد، ربنا يخليك لنا يا عماد. انا قدوتي هقول لك حد من زمان قوي وحد دلوقتي. طبعا نبتدي بقى من زمان، كابتن صالح سليم، يعني ده من اكبر برضو اسبابي انا قد ايه حبيت النادي، يعني مواقفه بقى المعروفه قوي. مثلا انا بالنسبه لي من برضو من اكثر المواقف اللي بينت لي قد ايه كابتن صالح سليم ده فظيع، وان هو مبادئ، وانه بيحافظ على اسم النادي، وانه مفيش حاجه اكبر من النادي الاهلي، ونادي الاهلي اولا، والكلام ده كله. لما كابتن الجوهري كان في مشكله، واللعيبه الكبار ساندوا كابتن الجوهري على كابتن صالح سليم، ساعتها كابتن صالح سليم خد موقف انه مش هيلعب بالفيرست تيم وهيطلع الناشئين، وكله قال خلاص احنا البطوله دي هنخسر، تقريبا ده كان دور الثمانيه مش فاكره، وساعتها كسبنا 3-2. فهو خد الريسك، بس قال نخسر البطوله، بس ما فيش حد اكبر من النادي، وما فيش حاجه تكسر مبادئ النادي الاهلي، او ما فيش حاجه كده برضه. طويله لعبها جامده ورا الدور الاول للنادي الاهلي بعد مجد رجب
عالية وتفوت وتلعب جامدة وتحط جوه الجول، الجول الثاني للنادي الأهلي وبيمشي تلعب عالية وتحط جوه الجول. يا سلام، الجول الثالث للنادي الأهلي. أجوال جميلة جدا، مش قادر يصدق من الفرحة وبيجري بره الملعب. الظهري بيحمله لاعبو الأشبال على الأكتاف ويتوجهون به إلى مدرج جمهور النادي الأهلي. وهكذا تثبت الأيام أن الشباب هم عدة المستقبل وهم الأمل في مستوى كروي أفضل. ممكن نتكلم عن قدوة دلوقتي باشمهندس خالد مرتجي، ده بقى يعني ممكن اقعد اتكلم عليه 9 سنين قدام. من بعد كنت بقعد اشوفه انا قبل ما اعرفه شخصيا، او قبل ما نجي دلوقتي اعرفه شخصيا، زمان كنت بقعد اتفرج على فيديوز مثلا، وحتى هو صغير لما بابا بقى الفريق اول كان بيتكلم عنه قد ايه هو لما كان هو صغير لما نخسر ماتش يحبس نفسه ما يروحش المدرسه، وعشان ده بيفكرني بنفسي قوي. يعني انا برضو لما كنا بنخسر كنت اقعد اعيط، ما بقاش عايزه دلوقتي انزل الجامعه ومش عايزه اقابل حد، وفي اصغر التفاصيل مش قادر ارد على اصحابي مش عارفه ايه. تاني حاجه دلوقتي مثلا قد ايه هو كل الناس بتبص له بصه ان هو يعني هو ليه شخصيه كده، يعني كل الناس يمكن اللي يعرفه اول ما يعرفوش قد ايه هو مثلا كان في الكاف، قد ايه المبادئ بتاعه النادي مترسخه فيه. لما تيجي تتكلم معايا او تقعد معايا مثلا 10 دقايق تبقى مش قادر تشبع من كتر ما بيقعد يتكلم عن النادي وحب النادي وقد ايه هو نفسه يدي للنادي وقد ايه حياته كلها على النادي الاهلي، وان هو الحاجات اللي احنا اتعلمناها جوه النادي هو بيطبقها في حياته العمليه اصلا. مثلا من وانا صغيره قوي يعني اسنادا لفكره ان انا اهلاويه وان انا بحب النادي، كنت دايما ببقى موجوده في النادي، اجي دايما اذاكر، اجي دايما ابقى نفسي قوي، كان طول عمري نفسي ابقى قادره بكل حبي للنادي ده اترجمه بقى لحاجه عمليه على الارض. يعني اقدر افيد، مبقاش بحب النادي وخلاص، لا ببقى نفسي بقى افيد النادي، عشان هو دايما اللي بيحب يعني او اي حاجه بتنجح الناس اللي بيحبوها قوي هم اللي بيقدروا ينجحوها عشان مؤمنين او كده. فآخر سنتين تقريبا او اخر سنتين ابتدى بقى ده واحد بقى يلاقي نفسه بقى في الحته دي، انه بقى تواجد الشباب على الارض، ان احنا بقى في ايفنتس نقدر نشارك فيها. فكره ان احنا مثلا طول عمرنا يعني احنا دلوقتي المعروف ان الشباب ما يروحوش نوادي علشان ما فيش حاجه تتعمل او ما بقاش ليهم الكومباني بتاعتهم صحابهم كده، لكن دلوقتي بقى ده بقى موجود، بقى ليك انت، بقينا زي عيله تقريبا، يعني فعلا عيله. تقدر ان انت لما تيجي نتفق نيجي نفطر في رمضان، نيجي نشارك في ايفنتس، لان احنا كلنا قلبنا على قلب بعض، قلبنا على قلب بعض وقلبنا على النادي، عايزين نعمل احسن حاجه، عايزين نقدم احسن حاجه، فتحس ان احنا لقينا بعض، او ان احنا اهتماماتنا واحده، افكارنا واحده، جايين من شكل واحد. يعني انت مثلا بره بيبقى الناس different communities، يعني مش نفس التفكير او مش نفس البيئه او مش نفس الحاجه، لكن في النادي هتلاقي كله زيك، اللي بيلعب رياضه، اللي هو اصلا بيجي يذاكر، اللي هو كلنا شبه بعض في نفس الوقت. فهو ده بقى احلى حاجه حصلت. ايه الايفنتس بقى مثلا؟ مثلا نبتدي بالحاجات الصغيره او الحاجات اللي هي الشبابيه، الدورات الرمضانيه مثلا في رمضان، مثلا نقلا بقى لحاجه اكبر شويه كتير، اللايحه دي كانت بقى من اكثر الحاجات اللي انا يعني هفضل طول عمري احكي بقى لاولادي والاحفادي، يعني ربنا يديهم يعني طول عمري، يعني على حاجه زي كده، انه احنا بقى احنا كشباب احنا شاركنا في ان احنا نكتب تاريخ النادي، او ان احنا نكتب يعني لما نكبر هقول ده انا اللايحه دي اللي هي ماشي عليها النادي، انا كنت دور من دور ده. برضو ايفنتس تانية بقى مع مؤسسات بقى، يعني مثلا مؤسسات خيريه، كاس العالم للايتام، زي اليونيسف بقى، حاجات للاطفال والمسجز اللي احنا بنوصلها، يعني فكره ان احنا شباب قادرين نوصل رساله بقى لكل الناس خلال النادي الاهلي، اللي هو اصلا يعتبر اكتر او اقوى حاجه ممكن توصل من خلالها رساله. بنك المعرفه مثلا دي حاجه اصلا مبادره من البلد نفسها، فطبعا انه النادي الاهلي واحنا كشباب بقى نشارك في حاجه زي كده، في حاجه يعني كمان مش جوه النادي بس، لا ده كمان مع حاجه مع يعني الدوله بتسبورت حاجه فكره زي كده، فدي برضو حاجه جميله قوي. يعني
عيله الاهلي هي اسم على مسمى، هي فعلا عيله، لان انت هتلاقي فيها انت العيله بتتكون من ايه، اب وام واطفال وجميع الاعمار السنيه تقريبا، فانت بتلاقي ده جوه عندنا في عيله الاهلي. يعني تلاقي بقى اللي هو الكبير سنا ومقاما اللي هو بنعتبره زي الناس اللي تعتبرها زي ابهاتنا، اللي هتلاقي الميدل ايج اللي هو الشباب اللي هم مثلا تلاتينات عشرينات، وتلاقي برضو الاصغر. فهي دي الفكره ان هو فعلا عيله، وفي نفس الوقت ما تحسش ان في دايفرسيتي او في افتراقات بين ال، لا في كده زي بند، يعني كلنا بنتعامل مع بعض، وكلنا كل واحد ليه الشخص القدوه، ليه الشخص اللي يرجع له في كل حاجه، لو حابب لو عندك مشكله ترجع لحد، يعني تحس ان احنا كلنا في ظهر بعض وكلنا فعلا عيله او زي عيله. او مثلا بنفترض ان النادي ده راس العيله وبرانشز بقى اللي هو احنا. يعني عيله الاهلي زي ما قلنا قبل كده في برنامجنا، عيله الاهلي هي دي العيله، كل انواع الاسره، انواع الاسره كلها هي دي العيله. لكن اساسها ايه؟ اساسها نشوف احنا بنينا العيله دي على ايه. اول ثلاث كلمات تحت اساسها التاريخ، واساسها المبادئ، واساسها التطوير. هي دي عيله النادي الاهلي اللي مبنيه عليه، ومش هنتنازل عنها ابدا. دايما ظهرنا في ظهر بعض، دايما هدفنا حاجه واحده، ان احنا بنقف ورا النادي، ظهر يعني في ظهر النادي، عشان دايما يبقى يعني جيل بيسلم جيل، زي ما قلت لك ان العيله افراد كتير وعمار كتير، فالجيل ده يسلم الجيل ده، واحنا نفضل بقى ان العيله دي تكبر، بحيث ان مثلا انا هو مثلا شاب للاصغر مني اوصل رسالتي للاصغر مني، ونفضل نكبر ونكمل في الرساله اللي احنا اصلا عايشين يعني جوه النادي عشانها، ان احنا نفضل في ظهر النادي.